صباح الخير عليكم الاخوات الاخوان كاع اللي كيتابعني. ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. والحمد لله على هاد الامطار هذه اللي ربي رزقنا بها وسقانا بها. الله يجعلها امطار الخير على الجميع يا ربي يا سيدي. المهم انا كيف شفتوا يلاه جيت كنت على برا مشيت عند الخضار وجيت اليوم الجمعه وانا اليوم ما كاين حتى واحد ما كاينش اللي غياكل كسكسو. دونك اليوم الصراحه هذه سيمانه انا يا صراحه بعد على راسي مليت من داكشي نتاع الماكله. يعني مليت داك الماكله يعني يوميا مرقى يوميا كندير لي غراتان كندير بزاف الحوايج. المهم مليت من داكشي صراحه. غتضحكوا عليا تقولوا لي شنو تشهيت اليوم؟ تشهيت القوق مسلوق وتشهيت المهم تشهيت شي حاجه ناكلها خضراء يعني يكون اللون ديالها خضراء وتكون صحيه. وحتى شفت اللبس ديال اليوم لبست الخضر. دونك تشهيت شي حاجه تكون صحيه خضراء. فانا خرجت مشيت جبت القوق كان خاص القوق ما كاينش وتشهيت سالوك ولقيت البروكولي ما كيجيبوش هنايا قليل باش كيجيبو الخضار داكشي فتا هو خديته. وما شارك معكم اليوم الاكل ديالي فقررت انه يكون اكل صحي 100% هذا هو اللي كاين. وفؤاد شنو تشهى؟ دونك انا ما كنمشيش غير على راسي كنشوف حتى اللي معايا. فؤاد المهم كنشوفو شنو بغا حتى هو. بغا معقوله دونك انا غناكل حاجه صحيه هو شي حاجه مهم حتى هي نحاول نخليو معقوله حتى هي ما تقلاش في الزيت وداكشي نحاول نخليها صحيه حتى هي 100%. المهم هذا هو اللي كاين. كنتمنى لكم جمعه مباركه ونهاركم مبروك. وهانتوما معايا تشاركوا معايا اليوم اشنو غنحضر. المهم البنات انا اول حاجه بديت بها هي الدنجال ومطيشه حتى هي بديت كنشويهم. صراحه كيعطيو واحد لوكو زويون ملي كيتشوا وكيجي مدخن. فانا كنشوي الدنجال ديما. هنايا بطاطا غدرتها سلقتها هي وهنايا البروكولي حتى هو صراحه لقيت عند خضر غير هاد الربيطه هادي وجبتها ما كياكلوش في الدار غير انا اللي كناكلو. فهنا بديت كنقيه ودرتو في الماء والخل باش يتنظف مزيان. المهم هانتوما معايا. فمن غنوصلوا ان شاء الله للمقادير فواحد الاخت قالت لي تبقاي تعطينا المقادير بلا ديطاي شنو كديري في هذا على راسي وعينيا. مرحبا وهانتوما معايا.
المهم البنات كيف شفتوا فزعلو كعتمت العطريه التحميره والكمون والثوم وزيت بلديه وقليل من عصير الحامض، وهنايا حتى هنايا في معقوده التحميره والابزار وقليل من الكمون ومليحه وقزبور. فصراحه عييت نهرب من القلي، ولكن في الاخير قال لك لا والو بغينا مقليه. المهم درتها انا في الفخيتوز، يعني صراحه ما كتهزيش الزيت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق اللي حطيتها. المهم نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاستحسان ديالكم، وما تنساوش لايك والكومونتيرات الزوينين، صراحه كيعجبوني بزاف التعاليق ديالكم. نتمنى انها ديما تكون ايجابيه وكتعطيني حماس اكثر واكثر. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ونتمنى كيف كنقول لكم انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وهادشي اللي كاين.